كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. المباراة كانت صعيبة شوية واخا هذيك الجول الأول شافينا كان فايو كبير هذاك ديال غاردي، ولكن المهم رجعنا في المباراة فضل حكيمي وفضل سويلم. فهمتي المباراة كانت صعيبة شوية ورسنا الكيسان فهمتي يا الخوا فهمتي كنحاولوا نتعاونوا عز صحابي شي حاجة أخي ديال الله يعاونكم أخوتي ترجعوا المرة اللي مجا إن شاء الله. المهم مرة اللي مجا إن شاء الله لا عدم الأجر صح. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كان إحساس مزيون، غلبنا مباراة وفضل حكيمي مسكين اش مسكين فضل حكيمي ماركا جون جوج مرات من نفس الموطا برافو ليلو. واخا فايود بونو كنشجعوا باش بارديدو لي مزيان من مزيان ان شاء الله. الشعب الجزائري خوسنا وعندنا اصدقاء ديالنا من تما الدراري شو وعلى سير قاشني كاين وسال. وانا اللي كنقول لكم مباراة اليوم ضخمة وعجبتني، احسن مباراة اللي تفرج المنتخب وبونو واخا عمل ديفو حكيمي الله يعطيه الصحة ما كاينش بحال. بارتيتو مزيون الخوة ديالي الدراري ديالنا كاملين كنا نتفرج فواحد السيد واد وكلوس الصعاب بارتيتو مزيون وعندنا معنا التحيات للدراري ديال بوفانيس خلينا بوفان وقبوبة تيزولو. الإحساس ما كيتوصفش بزاف صراحة، عاملين مجهود كبير بزاف ويستاهلوا يغلبوا وكنتمنى يبقاو على هذا المستوى هذا. وشكرا بزاف لجميع اللاعبين على هذا المجهود هذا، شكرا بزاف. الجزائري هما خوتنا وما كتب لهم شي تا هما يجوزوا مره اخرى ان شاء الله. كنت شنقول لك كنت حكيم يا خي، انا ملي كنت واقف حدايا قلت لك صوار راه كون حيت انا واثق فيه تبارك الله عليه، المستوى ديالو رائع بزاف بزاف بزاف. انا عارفه يعني شفت انا عارفه داخل الشبكه داخل الشبكه.